السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل مع بعض النهاردة اخف واسهل واطعم سويس رول ممكن تعملوه، هيطلع معاكم ناجح جدا من اول مرة، وبثلاث مكونات اساسية بس هيطلع معاكم احلى سويس رول ممكن تدوقوه، هيعجبكم جدا ان شاء الله. خفيف جدا وهش، وطريقته كمان سهلة، وكمان حشوته بسيطة جدا، ممكن طبعا تغيروا فيها زي ما انتم عاوزين. ده اول مرة تشوفوني، اشتركوا في قناتي لو مشتركتوش، ويلا بينا نسمي لا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة، في درجة حرارة الغرفة هنحضر 4 بيضات، وهحط عليهم حوالي معلقة صغيرة من الفانيلا سواء الباودر او السايلة، وهحط عليهم 1 كوباية من السكر، واستخدموا نفس الكوباية في باقي المقادير، وهنضربهم بالمضرب الكهربائي على اعلى سرعة. لما بنحط بيض في الكيك لازم يكون على اعلى سرعة، نضرب شوية حلوين يعني حوالي 3 دقايق لحد ما لونهم، هتلاقي لونهم بيفتح شوية بشوية وقوامهم يبقى كريمي. اول لما يوصل للون والقوام اللي انتوا شايفينه ده يبقى كده خلاص، ضربة كده بسيطة وكده تمام قوي. بعد كده هضيف عليه بقى 2 كوباية من الدقيق، والافضل طبعا نكون بننخله نخلينه عشان تطلع معانا هشة. نخلت اول كوباية طبعا الخاصة بالكيك او متعدد الاستخدام، هنخل التانية بالشكل ده كده، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبس كده. هي دي مكوناتنا. لما نيجي بقى نضيف الدقيق هنعمل على اقل سرعة ومش هنضرب كتير، مجرد ما الدقيق يختفي معايا يبقى كده تمام، مش محتاجة اضرب تاني، لان مرحلة الدقيق ما بنخفقش فيها كتير. ده القوام اللي احنا عايزين نوصله، بيكون اتقل سيكة بسيطة من قوام الكيكة العادية. هجيب الصينية بتاعتي مقاس 30، وافضل يكون مربعة اللي هي 30 في 30، وبعدين هدهنت زيت، وحطيت عليها ورقة زبدة. ورقة الزبدة مهمة جدا فلازم نحطها، حطيت عليها دهنة هي كمان خفيفة، وهنزل بقى بالخليط بتاعي. زي ما انتم شايفين قوامه تقيل، اتقل حاجة بسيطة من الكيكة العادية. هبتدي بقى ان انا افرده في الصينية بتاعتي، وادخله الفرن مسبق التسخين قبلها ب10 دقايق او 5 دقايق بالكتير، درجة حرارة 180، هياخد منك حوالي 10 دقايق مش اكتر. اول لما يطلع هغطيه فوطة واسيبه لحد ما يبرد. بعد ما يبرد انا نقلته، بعد كده هقطع الاطراف بتاعته من 4 جهات بالشكل ده كده عشان يسهل عليا لفه، لان الاطراف بتكون ناشفة شوية وهتضايقنا كمان لما بنيجي نقطعه. فانا قطعت 3 اطراف، وقطع الطرف الرابع بالشكل ده كده، والجزء اللي فوق ده بقى اللي هو الوش بتاع الكيك هبتدي اشيل طبقة خفيفة جدا منه، اللي هو الوش بس الخفيف ده زي ما انتم شايفين، لحد ما تبقى قرعة خالص كده في الاخر، طبقة خفيفة جدا بالشكل ده كده. بعد كده معلقة او معلقتين من اللبن الدافي ارش عليها كده رشة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين، وهبتدي احضر المربى بتاعتي. استخدمي اي نوع مربى تحبيه، انا استخدمت مربى الفراولة، والافضل تكون كريمي مش القطع، ممكن تستخدمي مشمش، تين، اللي انت تحبيه. ممكن كمان تستخدمي حشوات مختلفة، نوتيلا، كريم شانتي، بس كريم شانتي يكون تقيل، يعني تكوني مزودة في الكريم شانتيه ومقللة اللبن او المية لو هتعمليه بمية، يكون قوامه تقيل. يعني هفرد كويس جدا المربى بتاعتي، زي ما قلت لكم برضه ضيفوا نوتيلا برضه هيحبوها الاطفال. فردتها كده طبقة خفيفة، وهبتدي ان انا الفها بالشكل ده، هشيل جزء صغير كده من ورقة الزبدة، لان انا كده كده هحتاجها ورقة الزبدة عشان لما اجي الفها واحطها في التلاجة. هبرمها كويس كده واخلي ورقة الزبدة فيها، وادخلها التلاجة يعني حوالي نص ساعة عشان تتماسك شوية. وده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة، هشيل بقى منها ورقة الزبدة، هتتشال طبعا بسهولة، دهنينها كويس من فوق ومن تحت، يعني ملهاش حاجة ما تتفكش. شلناها، بعد كده هنبتدي نحط الطبقة من نفس نوع المربى اللي استخدمناها من جوه، ما نغيرش، ما تديش طعم مختلف، ما تأثرش على الطعم. هذه طبقة خفيفة جدا من المربى الفراولة على الوش كده ومن جميع الاتجاهات،
هدي الطبقة دي بس عشان مجرد لما اجي احط جوز الهند فوقها يمسك فيها كويس ما يقعش منها. طبقة خفيفة جدا زي ما انتم شايفين بس كده. هنبتدي بقى نرش عليها جوز الهند بتاعي ونبتدي نوزعه كويس عليها بالشكل ده كده، ومن الجوانب ومن كل مكان. بس كده هنقلها في طبق التقديم. بس هشة جدا وتقطع بسهولة جدا زي ما انتم شايفين، ومتماسكة ماسكة نفسها، اتلفت بسهولة واتقطعت بسهولة، ما فيهاش اي تقطيع ولا فيها اي مشكلة. وده شكلها من جوه رهيبة جدا، ريحتها طعمها طريقتها مفيش اسهل من كده، ومكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة سهلة بالنسبة لكم. اشتركوا في قناتي لو ما اشتركتوش، دوس اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.